السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير. أنا سعيد كل السعادة أن يكون لدي أصدقاء هنا في هذه القاعة، وزملاء ومعالي الوزراء يأتون إلى هذه القمة المهمة جدا في هذا اليوم إلى المملكة العربية السعودية. وهذه هي المرة الأولى أنكم هنا تتفقون معي أنه لدينا مثل هذا التجمع الكبير لهذه الفعالية العالمية حول السياحة وما تسمى قمة السياحة وتعافي السياحة. نحن أيضا أتينا من دول أخرى من مناطق دولية سياحية، وأنا سعيد كل السعادة أن نأتي إلى هنا إلى المملكة العربية السعودية بالكثير من الأصدقاء والزملاء في هذا القطاع. اليوم هو يوم حافل، يوم مهم جدا بالنسبة لنا هنا، بالنسبة للمنظمة السياحية العالمية، وأيضا بالنسبة للمملكة العربية السعودية وقطاع السياحة في المملكة العربية السعودية. وأظن أن احتفالنا اليوم هو يعطي قوة ويضخ قوة وطاقة لقطاع السياحة. كما تعرفون هنالك الكثير من الأشياء التي لم تكن على يقين ووضوح، لكن أدركنا أن كل شيء ممكن. كما تلاحظون، حيث يكون هنالك سياحة يكون أمل. وإن أيضا المكتب الإقليمي وافتتاح المكتب الإقليمي هو أيضا بارقة أمل لهذه المنطقة، وهي أيضا فرصة للاستفادة منها في كافة دول العالم، أيضا بالتنسيق والتعاون بين إدارات السياحة في الدول. إضافة إلى ذلك، نعمل على ضخ الكثير من الأفكار، ويجب أن نكون أيضا قادرين على الإجابة على الكثير من الاستجابة. كيف يمكن أن نبدأ السياحة بشكل آمن؟ كيف يمكن أن نحفز الشعب؟ كيف يمكن أن نحفز الشعوب؟ وكيف يمكن أن نبدأ بالمشاركة والقيادة بشكل آمن وبشكل سليم، بما في ذلك بافتتاح هذه المكاتب في المنظمة السياحية العالمية. على فكرة، كما تعرفون، فإن معالي الوزير كان يشرح هذه الفكرة بشكل رائع جدا، أن نعمل بشكل عن كثب. كنا نعمل إلى 7 أو 8 أشهر، وهذا البناء بني خلال فترة جائحة كورونا عندما بدأنا به وعندما انتهينا منه. ونحن الآن هنا تجاوزنا الخطوط ووصلنا إلى ما وصلنا إليه. واليوم كلكم تعرفون وتشاركون هذه الرؤية، رؤية السياحة العالمية. يجب أن نتأكد ونؤكد أن هذا كله يعود بالفائدة والفضل العام، بما في ذلك المجتمع الأوسع وفائدة السياحة التي تعود أيضا. إضافة إلى ذلك، إمكانياتها القوية أيضا يجب أن تحقق على أرض الواقع وتترجم. اليوم نريد أن نطلق أيضا القمة الأولى أو المبادرة الأولى لتطوير السياحة وتعافي السياحة، وخصوصا هذه سنتحدث بعد ظهيرة هذا اليوم لماذا نعمل على خلق هذا المكتب في الرياض، هذا المكتب الإقليمي في المملكة العربية السعودية، وما هو الهدف من ذلك. أقول هي من إحدى الدول، وليس الكثير منها، خلال جائحة كورونا ما زالوا يستثمرون في قطاع السياحة وأنشطة السياحة وصناعة السياحة. وأنا سعيد كل السعادة أن أرحب وأجدد ترحيبي مرة أخرى لكم أن هذه القمة، قمة تعافي السياحة، وهذه الأيام كلنا نعرف أن نتحدث ونناقش ونفكر مع بعضنا البعض كيف يمكن أن نفتح أبواب السياحة على مصراعيها. وهنا لدينا أصدقاء وزملائنا في هذا القطاع لديهم ما لديهم من أفكار، وأيضا دول الجوار أيضا يمكن نحقق ذلك ونترجم ذلك على الأرض. إن لم نبدأ اليوم لن يأتي أحدهم ويفتح هذه الأبواب على مصراعيها. وآمل أن يكون لدينا أيضا حضورا كبيرا جدا ونقاشا جادا عن ذلك ومشاركة رائعة جدا. وأتمنى لكم النجاح واجتماعات ناجحة مفعم بالنجاح. وأيضا أجدد ترحيبي بكم وترحيبكم، شكرا على ترحيبكم هنا في المملكة العربية السعودية، وشكرا لهذه الأفكار الخلاقة. وأنا متأكد أيضا أنه مع مرور الوقت سيكون لدينا المزيد من الفعاليات والأنشطة المتجددة. الآن أريد أن أشارككم بعض النقاط الأساسية عن تطور السياحة وتطور قطاع السياحة، وسيكون أيضا من أولويات في السنوات القادمة. وهذه فرصة كبيرة جدا أولا لخلق الوظائف الكثيرة في هذا القطاع. الهدف الأساسي هو في هذه المنظمة هو خلق الوظائف، وأيضا سيكون هذا من أولوياتنا أيضا للاستفادة من أفضل الفرص. كيف نعمل على خلق هذه الفرص الوظيفية في هذه الدول والدول الأخرى والدول المجاورة، وأيضا نعمل على خلق هذه الأهداف، هذه الوجهات السياحية الأساسية. أشكركم على حسن الاستماع.